السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استنى بس الزملاء شوي بعدين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للزميلات اللي اليوم أخذوا العملي، كيف الأمور معها؟ أي ملاحظات أو شيء؟ لا، نبدأ محاضرتنا. طبعاً توافق مع العملي والعملي في المستشفى والعملي الآن في محل النظارات، كل الأشياء المهمة قاعد أجيبها الفترة هذه لأن تواقف وتحصلوا هذا دائما في المكان أماكن العملي. أنت تدربت على الإنسوميتر في المستشفى، وأعتقد كمان الدكتور وليد درب كمان على الإنسوميتر. يهمني اليوم بس نشوف بعض النقاط في الإنسوميتر، وعرفنا أنه عبارة عن جهاز مصمم لقياس الريفراكتف باور للجلاسز. لابد ان نعرف في مانوال اوتو ميتد. المانوال طبعا شبه انعدم، لكن في بعض المحلات موجود. انا ما راح اقدر اشرحه الان، لكن ممكن لو حصلناه ان شاء الله الفتره القادمه نوريكم اياه، لانه مهم، لانه بعض المحلات لا زال نادر انه موجود، بس لو شفتوه تعرفوا ان هذا هو المانوال لينس ميتر. عندنا اللينسوميتر يرجع تسميته لأجهزة خاصة بالعيون والأسماء نقدر نقول أخرى زي الفيفوميتر والفوسوميتر، وكلها نفس المبدأ، كلها نفس المبدأ في قياس الباور. طبعا نقدر نقول قياس الباور للسفير والسلندر والأكسس.
وتحديد السنتر الاوبتيكال سنتر. طيب يقول لك ان المانوال لينسوميتر gives the accurate power of the lens and we're using an optical and dust. يعني ممكن دائما المانوال اكثر وجوده في الاوبتيكال شوب في اللابوراتوري في الاماكن هذه اللي تعمل على قص العدسات او كمان موجوده في الاماكن اللي هي توزع العدسات. احيانا زي ما قلت لكم الستوك حق اللينز ترى مو شرط ان اللي معبى في الكرتون هو نفس الباور، عشان كذا نوجد اللينسوميتر. اللينسوميتر مهم جدا خاصه في المحلات. وعرفنا ان اللينسوميتر اوتوميتد طبعا اصبح اسهل و يعطي النتائج بسرعه، فالان صار هو اللي متوفر في المحلات وفي العيادات. طبعا عندنا اللينسوميتر لو لاحظتوا هذا شرح العملية ايجاد الباور في المانوال، كيف انه يشتغل المانوال. طبعا لو لاحظتوا اول ما تفتح الجهاز تحصل الرسمة هذه، الرسمة هذه واحدة منها مثلا الفيرتيكال او الهوريزنتال غير واضح، يعني ممكن تحصل واحدة واضحة وواحدة غير واضح. علشان توضح الثنتين وتطلع القراءات لها تكنيك معين يدوي، تحط العدسة والنظارة بنفس وضع الاوتوميتد، ولكن هنا يختلف ان الرسم يطلع لك كذا، فانت تحدد، انت اللي تحدد الباور من الجهاز. يعني هذا لكم مجرد ما تحط النظارة وتحركها على القاعدة حق اللينسوميتر يطلع لك الباور اوتوماتيكيا. هنا لا، هنا التكنيك حقه شوية صعب، لأنه عبارة عن رسمة بالشكل هذا، ومجرد ما تشوف المانوال حتشوف الرسمة هذه، تبدأ أنت تعدل فيها من اليمين له. ممكن هنا في الصورة الثانية أوضح المنطقة هذه، الجهاز هذا يكون على الصفر في بداية العمل وتحط الصورة، شوفوا حركة، أحيانا تحتاج حرف يمين يسار إلين تعدل الباور. طبعا القراءة الأولى هي السفير، القراءة الثانية الفرق مع القراءة الأولى هي السلندر. ويحدد معها الأكسس. طبعا هذا مو مطلوب في الامتحان او ما يجي في المانوال، ما راح اجيب فيه شيء في الامتحان، لكن يهمني انكم تعرفوه. ان شاء الله اني اقدر احصل جهاز قديم مانوال يكون العمل القادم موجود معنا. انا حبيت بس انه لازم ننوه عليه، لازم ننوه عليه، لانه احيانا انت تشوفه فما ودي تشوفه ولا تعرف ايش الجهاز هذا او كيف استخدامه. طبعا جهازنا المعروف اللينسوميتر الاوتوماتيك اجزاؤه عرفنا شرحنا لكم سابقا، الاجزاء حقته النقاط، تغيير العين او تغيير اليمين واليسار، البرنت والقراءات، سفير، سلندر اكسس، ولما يكون فيه اديشن كيف انت تطلع الاديشن مع الوصفه. هذا مثال مثلا للشكل لبعض اشكال اللينسوميتر، ممكن هذا برضو اللي انتم شفتوه عندنا في المستشفى، وهذا القراءات البرنتر. بعد اللينسوميتر برضو شفتوا معانا التايل سيت اللي هي شنطه العدسات، وش اهميتها وايش العدسات حقتها، المكونات حقتها. وعرفنا مكوناتها انها عباره عن سفير ماينس وسفير بلس، وعندنا السلندر ماينس والفريم. طبعا الفريبتر ممكن ان شاء الله في مرحله قادمه او في برضه في نهايه التدريب ممكن يتوفر، ونشوف برضه الفريبتر كيف يشتغل.
على المرضى. برضو انتم شفتوا معانا جهاز الاوتوكراتوميتر، ودائما الافضل في الاجهزه هذه اللي تعطيك قراءه اوتوكراتوميتر وكيراتوميتر. المهم من احيان الكيراتوميتر اللي هو الترفكتشر اوف ذا كورنيا يحدد لك بعض القراءات، يعلمك بكميه الاستجماتيزم، هل المريض هذا عنده هاي استجماتيزم ما عنده هاي استجماتيزم، هل في قرنيه مخروطيه. طبعا التارجت دائما في الاجهزه اغلبها بالشكل هذا، المريض يتوجه للرؤيه هذه للتركيز على نهايه الطريق واخذ القراءه. ويهمني برضو تعرفون ان فيه بورتبل اوتوريفراكتوميتر، وهذا عاده موجود في العيادات الحديثه خاصه في البرايفت، يعني ممكن بكرة تزوروا عيادات برايفت أو مراكز عيون متقدمة. البورتبل أوتوفراكتوميتر مهم جداً، بعض الأطفال ما يقدر يثبت على الجهاز الكبير اللي شفناه في المستشفى، فأنت ممكن بيدك تأخذ القراءة بالشكل هذا. طبعاً برضو أخذنا الفيجو والأكيوتي، أنا قاعد بجيب الأشياء بالتسلسل، بالتسلسل اللي حنا شرحناه في المستشفى للأهمية جداً عشان ما ننساها في المرات الجاية تكونوا حاضرين فيها بشكل ممتاز. Ability of the eye by watch object are distinguished one from one. قدرة العين على رؤية الأجسام أو الصور المعروضة واحدة بعد الأخرى. طبعاً عندنا نوعين من الفيجوال أكيوتي وشفناها الدستانس تشارت، وعرفنا الدستانس تشارت يبدا مثلا او انواع الديستانت شارت لما المريض نعرض له الصوره بالشكل هذه وقلنا ما يشوف حرف الاي الكبير هذا يقول انا ما اشوف، نبدا نقرب من المريض ونساله كان يو سي ماي هاند، كان يو سي ماي فينجر، وتسوي له الكاونت فينجر. وبعد الكاونت فينجر اذا ما شاف حركة اليد، وبعد حركة اليد إذا ما شاف اللايت، بعد كده تحدد الفيجوال أكيوتي. بعد كده أنتوا حتلاحظوا كل كلامي الأيام هذه فريم، برضو الفريم. ليش حنا نقول الفريم؟ الفريم مهم، أي شيء يخص العدسة وتركيبها مهم جدا وكيفية اختيار الفريم. طيب ايش الاشياء اللي انت لازم تهتم فيها لما تحط الفريم على المريض او يكون على وجه المريض؟ اهم شيء عندنا الهوريزونتال الاينمنت، البيرفكت ديستانس، الفريم هايت، السيجمنت هايت، والتمبل تين، والباد كونتاكت، والسكن لاش كليرنس. عرفنا كيف يكون الفريم امس، انه يكون ما يكون فوق الحاجب وما يكون كمان نازل على الرمش. طيب بعد كده قلنا احنا تكلمنا عن الفريم بشكل موسع وشفنا اختياره واشكاله وانواعه وكيف تختار للناس اللي هم السائقين الطيارين الفريم كيف يكون. اليوم لما يجيك فريم خربان او فريم غير صالح للعمل ويمكن اصلاحه، يعني في بعض الفريمات لا ما يمكن اصلاحها، لكن لو جاك فريم انت تقدر تعيد تصليحه للمريض. فممكن نعرف عندنا بعض الاشياء، يقول لك placement of broken parts is usually more cost effective. بعد كده نقول لو قلنا مثلا كوريتيف يوزن اوبتيكال سكرو درايفر، اهم حاجه الاشياء المواد حتشوفوها متوفره في محلات النظارات اللي ممكن تساعدك على اصلاح الفريم. يقول لك there are many type of optical screw drives available from ones with فات شخص and roll hand large round hand wood hand lid. فكل الأشياء هذه حتشوفها موجودة أغلبها في
في المحلة. طبعاً في أشكال معينة للسكرو، طبعاً هم يقولوا هنا إنه هذا أريح لليد أثناء العمل. برضو عندك أشياء من الأشياء الموجودة اللي هي الدقيقة اللي هي تفصل بين ال يعني توصل لأماكن ضيقة أو ما تقدر اليد توصل لها. هذه برضو بعض الأجهزة أو الأدوات هتشوفها موجودة في أغلب المحلات. برضو عندنا هنا نوع من الأنواع ليفت سكرولر، سكرو اند ريموف وذ ليس تشانس اوف بيجن دروب، يعني يقدر يمسك لك الحاجات وانت تشتغل ما تطيح منك. وعندك الاشياء اللي هي تبع النوز باد ريبليسمنت، انه في انواع كثيره من النوز باد. وعندك ذا سكرو ان اند بوش ان تايب نوز باد، السمبل ار ذا موست دومينيت. ف اوف ذا ايزيست باث تو ريموف اند ريبليس، يعني ممكن انت تغير النوز بدل المخدات اللي على الانف في النظاره بنوع من انواع السكرو اللي هو اسمه البوش اون. وممكن نشوفها ان شاء الله كمان في العمل النهائي كيف ممكن انك تغير النظاره. النوز باد ممكن تجي مقطوعه او مفقوده، فبعض الناس ما يقدر يشتري فريم جديد، فانت عندك اصلا في المحل موجود ممكن تحصل لك النوز من فريم قديم او من شيء، وممكن تركبها مكانها في الفريم. اصلا الناس اللي ياخذوا نظارات لها نوز باد. عندك كمان التيمبل، ذراع حق ال الذراع حق النظارة، ممكن بعض الأنواع تتصلح اللي يكون مسدودة بمسمار وينفك المسمار مثلا ويكون ضاع منه، ممكن أنت تحصل له قطعة تيمبل وتركبها في الـ على الـ. عندنا كمان من الإصلاحات اللي ممكن تصلحها اللي هي البلاستيك ايفيشنس كفر، هذا ممكن يكون في المحلات بعض الناس يستخدمون يحطوا على الإطار من الخلف لراحة المنطقة اللي تجلس عليها النظارة في الأذن، ممكن تكون موجودة في المحل. بعد كذا حناخذ شوية بالبديات تريك ونعرف في تريك يهمني، إنه الهيومن آي أندرغوز دراماتيك أناتوميكال أند فيزيكال ديفلوبمنت ثرو infants to early childhood. Most of the growth takes place in first year of life. Healing of the pediatric egg group, one should have a great experience in refractive states. طبعا انا ليش جبت الايج هذا بالذات؟ لانه احيانا اللي نبغاه كمان منكم في المرحلة القادمة لما يجي أطفال في المحل، يعني مبادرة منكم ممكن لو جو مع الأهل وما عندهم فحص ولا شيء، أو الفحص لأهلهم والأطفال معهم، ممكن أنك أنت إيش كنوع من الأشياء للمحل اللي ممكن تزيد من الزباين عندك، تزيد أنك ممكن تدخله على العيادة وتقول أبغى أشوف النظر حقه، أبغى أخذ بالنظر. فأنت بدورك تأخذ النظر وتشوف، إذا ما قدر يشوف 6 على 6 ممتاز. إذا الطفل هذا اللي في العمر هذا اللي هو عمر المدرسة، تقول أنت لازم تروح لأي أقرب مستشفى إذا كان النظر مش كويس. فأنا اخترت الجروب هذا لأنه جروب مدرسة، من 6 سنوات هيدخل المدرسة. ويهمنا أحيان لأنه في تأخير أصلا في بعض الأطفال لما يجي عندك في العيادة ويكون فيه ضعف أو ما يدروا عنه الأهل، فلابد كدورنا الآن زي كل مرة بإذن الله المراحل القادمة من التدريب. إحنا الحين كله مرحلة التأسيس والجزء العملي أهم. برضو موضوع النظارة والفحص والفيجوال أكيوتي مهم. وأنا ليش أنا قاعد أجيب فيجوال أكيوتي؟
فيجوال اكيوتي انت من خلاله حتحدد وين متجه المريض، هل هو حاله زي ما تعلمنا وش عندك الشنطه في العياده. يعني مو شرط انك تصرف نظاره بشكل كامل، لكن انا يهمني انك قراءه الاوتو ريفراكتوميتر، قراءه اللينسوميتر، الفيجوال اكيوتي، البلد هول، الاشياء كلها هذه حاضره عندك. ترى اشياء مو هي قليله، لو عرفناها وطبقناها خير وبركه مع العملي وقص النظارات يعطيكم العافيه. ياتي لاحقا موضوع وصفه النظاره، وصفه النظاره يبغى لها موضوع اكثر تعقيد، يعني ما ينفعها مثلا محاضرات ولا شيء، ينفعها انك تكون ممارس العملي. انت مع الوقت ممكن تاخذها مثلا تزور لك مستشفى يوم، تروح لك عند اخصائي بصريات يوم، فالاشياء هذه جايه تقدروا تاخذوها انتم بالخبره والمماسه المستقبل باذن الله. برضو ليش انا اجيب الاشياء هذه الامبليوبيا وهذا، لان الاشياء هذه كلها منتشره والناس ما تدري عنها خاصه عند الاطفال، فحنا دورنا ان نحذر من الاشياء هذه ونشرحها للناس بما ان عرفناها. انه ممكن لما انت لو جاك مريض مثلا شاف في عين 6/6 وعين 6/18 او 6/24، فانت هنا تكون تاخذ تنبيه للاهل اللي معاه، للناس اللي معاه، ترى في عين اضعف من الثانيه، حاول تزور عياده. ممكن يحتاج الولد فحص نظاره، ممكن يحتاج تغطيه اللي هي العلاج الطبيعي للامبليوبيا، نغطي العين القويه وننشط الضعيفه. كل الاشياء هذه انت لازم تكون عارفها وفاهمها وحتى حافظها كمان. الباتشنج ممتاز يا نصر. طيب ايش نقول؟ الامبليوبيا اوفتن كلاسيفايد از بيجن فيجوال اكيوتي اوف 6/9 to 6/12. المايلد والمغريب يكون من 6/12 to 6/36، السفير انه يكون اقل من 6/36. فبمجرد انت ما تشوف واحده من العيون 6/9 وواحده 6/6 او واحده 6/12 وواحده 6/6 او واحده 36 6/36 وواحده 6/6 تتخذ اجراءك انت بنصح المريض بالاتجاه خاصه للاطفال، لان الاطفال ممنوع فحصهم في المحلات اللي ما عندهم اخصائي بصريات او دكتور عيون. فانت على طول توجه المريض للمستشفى، تقول له انت روح المستشفى افحص وارجع لي عشان نشوف مقاسات النظاره. طيب عاده الفحوصات اللي تعمل للاطفال زي ما شفنا تكون اوبجكتيف، يعني صعب انك تعمل سبجكتيف للاطفال، ولازم نفرق هنا بين الاوبجكتيف والسبجكتيف. الاوبجكتيف اللي يكون الفاحص هو المسؤول عنه، السبجكتيف اللي يمكن بعضكم فحص نظاره، لما تجلس وتفحص النظاره ونعمل لك العدسات هذه كويسه هذه ما هي كويسه، هذا هو السبجكتيف انه يشاركك المريض. لكن الاوبجكتيف بدون مشاركه المريض، يعني زي الاطفال هذولا انت ما تقدر يحدد معاك مثلا، خاصه اللي تحت 6 سنوات او ممكن ما يفهمك في الايد شارت او في الاشياء هذه. فننتقل لموضوع اخر اللي هو الاوبجكتيف ريفراكشن اللي هو الريتنوسكوب، بعض التكنيك في الفحص، وبعد كذا وضع السايكلوبليجيك اللي حنشوفه الان. وقلنا ان السايكلوبليجيك ريفراكشن مهم جدا، السلياري ماسلز اللي حول البؤبؤ نخلي الاكوموديشن فيها زيرو، وبعد كذا ناخذ القراءات نحدد معاه مقاس النظارة. واي سايكولوجيك فراكشن؟ طيب تو ستوب اي ابيليتي تو اكت فوكس اوف اكوموديت وين ذا اي كونتراكت اند ريلاكس ذا لينس تشينج ات شيب. سايكولوجيك سيلياري ماسلز اند لينس كان نو لونجر تشينج ات شيب، يعني لما نحط القطره خلاص عطل حركة العين، نخلي الشغل كله علينا حنا. فعشان كذا حنا الشيلدرين إلى سن مثلا 13-14 مهم، خاصة لما يجيك هاي بلس أو هاي ماينس إنك تعمل له السايكلو. طيب
طيب نعرف نحن انه الادفانتج انه ناخذ قراءات جيده انه يكون الاكيوريت ريفراكشن. طيب الديس ادفانتج عرفناه وشرحناه كمان انه هو البور فيجن فتره محدده ممكن من 8 ساعات ل 12 ساعه احيانا ل 24 ساعه ممكن يكون في بلارد فيجن. اي سؤال اي استفسار؟ جزاك الله خير يا دكتور. يا هلا حياكم الله. بالتوفيق ان شاء الله. حيجيكم كمان اليوم بعض الاسئله بدا الكويز حتسهل لكم المراجعه مع الحل. يعني حنجيبها كويز محلوله تكون معاكم للمراجعه وتكون ان شاء الله منها داخل منها في الاختبار. يعني باذن الله لو حبيتوا بكره ناخذ مراجعه او نكتفي بما اخذنا اللي تشوفوه انتم بلغوني. لو حبيت مراجعه بكره ناخذ مراجعه. لو بغيتوا اسئله كويز عامه تحلوها انتم او اعطيكم محلوله برضو نسقوا وارسلوا لي واعطوني خطا. بالتوفيق ان شاء الله. في امان الله. كذا خلاص دكتور نطلع؟ كذا خلصنا الليكشر والتحضير خلاص كل شيء؟ ايه خلاص. طيب بالتوفيق ان شاء الله.